فأنت شلون يعني راح تقضي حياتك كل باقي لو صار إنه ضغط الزناد على راسي ورحت أنا إنه عادي راح تنام؟ صار الضغط يوم يومين قالوا لي تأخذ المقر خاص بداعش ما بعد ما وقفت توني دخلت جوا الجسر طبقت علي سيارة بيكم كلهم مسلحين وجاب شناطة أو التايرة لف إيدي خلها مرة ظهري وخلت شيء أسود برأسي إذا ما تدفعون هذا المبلغ هذا اللي يمنا اللي جايبين اللي هو أنا وأي واحد دي يشتغل هنا كلهم راح نفتر عليهم ونجيوهم واحد واحد أنا عفت مدينتي عفت أهلي وما أقدر أرجع لأن ترجع ذكريات نفسها تتكرر مرة ثانية.